المويف يتحرك برشا، اعتمد على مهاراته حتى على مغالطة حارس معبورة اللي بامتياز وبمساعدة القائم مسك هدف محمد. اللي زادوا في لقطهم بحثا على هدف الانتصار والاطمئنان. جرجيسي في يد الحارس النمسي، النمسي كرة طويلة مباشرة ليوسف المويبي، المويبي كان مصر اليوم على التهديف ونجح في مغالطة حارس دبوب واللقب يعود مجددا للكبريت. الحكم اعتلاء منصة التتويج في اخر المطاف، وكله يهون من اجل اللقب اللي غاب.